السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ليمن معكم دائما من قناة حلويات وأطباق ليمن. رمضان كريم، رمضان على الأبواب إن شاء الله. عدلت بعض المشتريات لكن ليس مشتريات رمضان، هذه رمضان، هذه مشتريات فقط في لهذه يعني الأسبوع. شريت لهنا زرودية لا كاروت، شريت شوية تاع لا كورجيت، شوية تاع الطماطم، فقط حبيت نشاركها معكم. شوفوا راهي هايله. شريت شويه تاع لي بوافرو، شريت يعني انواع يعني الحلو، وشريت هذاك، شوفوا هذا تاع الوان الاحمر. فوالا يعني مشتريات، يعني واحد ما لازمش يعني يشري يعني بزاف باش يعني ما تفسدش تكون في الثلاجه. شوفوا هذه لاكريتي تاع لا سالاد، راهي مليحه ثاني لا سالاد، يعني هاد بنينه كتشوفوها كيفاش بنينه، يعني لا هاد لا سالاد من النوعيه الجيده. فوالا اذا نغسلها ونديرها هكذا بيت سالاد كما شريت لي شالوت، يعني اللي ما نقدروش نستغناو عنه، يعني مليح ثاني شوفلور، كما شريت واحده تاع الشوفلور، يعني لا بوم دو تيغ هنا البطاطا، يعني خيرت هذيك الرقيقه، خيرت هذيك المتنوعه، يعني نوعت فيها الصغيره ولا موين. فوالا يعني اشياء ما نقدروش نستغناو عنها في حياتنا اليوميه، خاصه البطاطا، يعني لا بوم دو تيغ نقدر نديروها في لابيغي، نديرو فيها البطاطا قليه، نديرو فيها يعني اشياء كثيره. شريت شويه تاع لي زايت تاعني الثوم، وشريت البصل يعني العادي هكذا، يعني قسمه يعني الحق ان شاء الله رمضان نشريو هكذا، يعني محتاجات رمضان باذن الله. هذه ماشي يعني نعاود نقول ماشي محتاجات تاع رمضان، هذه هاد السميد، هاد السمول يعني كاين يعني مخصوص في الحال في يعني مخصوص. شريت هكذاك لهي بارك، شريت يعني بشكاره لهنا. كيما شريت لو بواسون، هذا لو بواسون هذا لا دورات، نحب فقط نشاركها معكم. شريت هكذاك 4 بياس، حبيت فقط نشاركها معكم ان شاء الله. نديرها يعني انا نديرها نمارينيها فوالا في الليل، ومن داك غدوه نريلها. اذا نروح الان لمشترياتي يعني المتنوعه. شريت هنا دو باكي تاع الحليب، شريت هذه الزبده، شوفوا بروموسيون هذه الزبده هايله تاع تارتيني، دير 12000 16000 باردون لثلاثه، دونك 16000 انا شريت 6 بروموسيون، يعني هايله بنينه تاع يعني في رمضان ثاني مليحه، انا نعتمد عليها هكذاك بالقهوه. كيما شريت الكسكس هذا لابيل، انا نحب هاد لا مارك تاع الكسكس لابيل. فوالا هكذا في رمضان ان شاء الله بلاك تشريو ديروا كسكس تاع مسفوف. كيما لهنا شريت لا فيرميسال تاع لابيل ثاني، سي تري بون مارك. لهنا شريت هذا الثاني، هاد الفاصوليا البنيه يعني ماشي لا بلانش، شريتها هاد بنيه مليحه ثاني. فوالا كيما على بالكم ما نقدروش نديروا الفاصوليا في رمضان، نحبوا نديروا الشربه، نحبوا ديروا الفريك. كيما شريت هذا الثاني لي لانتي، هذا يعني العدس يدير 32 ملي الكيلو، وشريت هذا الاروز ثاني يدير 23 للكيلو. كيما شريت هذا الجي ام سي، لا فارين جي ام سي، نعتمدها مليح مليح. هاد القهوه، هاد القهوه عبالكم كيفاش بنينه، اسمها كافينو، عبالك تجي بيان موسي، تجي هايله هايله، جربوها عبالك جربتها تجي واحد الكلام هايله، يعني نعتمدها في هذا رمضان باذن الله تعالى. كافينو يعني ماشي ما نديرش بوبليسيتي، يعني هايله. كما شريت هاد لا صوص طوماط، لا غوزا، لا غوزا هذه تاني جربتها وجات هايله في لي صوص تاعي، يعني جات عندها اون بيل كولور يعني حمراء، بسم الله ما شاء الله. فوالا شريت دو بواط هكذاك، فوالا من داك يعني الحق رمضان، وعندنا يعني مشتريات نشروها باذن الله. مربى المشمش يعني مليح يكون في الفريجيدير، مربى المشمش دابغيكو. شريت دو باكي تاع السكر، يعني شريت جوج كيلو تاع السكر. فوالا لو سكر سمول. فوالا كيما شريت هاد الاكسترا لا ماكاروني من العجائن، يعني كاينين اللي يحبوا العجائن ثاني، هذه اكسترا مليحه لا ماكاروني. هذه لو فرماج البربير، هاد الفرماج بربير يعني اطارتيني مليح ثاني هكذا، ولا تحدي ديروا فيها يعني ما نقدرش نطلعوا على الفرماج، لازم يكون عندنا في الثلاجه. كيما شريت هاد المكعبات تاع الجومبو، يعني مرق الدجاج، يعني دير 12000 مليحه. فوالا كيما شريت هاد لو غوتي كريم اولي مليح هكذاك، من داك هكذاك تسهري بها هكذاك لو ماكسون غوتي. فوالا
لا لوفور شيميك يعني الخميره تاع الحلويات، يعني انا ثاني من داك ندير حلوى شريت هكذاك 8 تاع لي باكي. هذا حبيت فقط نشاركه معكم، دير 5000 هذه تاع الاواني، دير 5000 يعني 3 بالالوان، يعني قالوا لي مليحه، يعني قالوا لي يعني منظفه، يعني فوق نسيوها. كما شريت هذا هذا يعني يدير 3 لي طورشون اطابل هذه، كما شريت فوالا لا فارين يعني سبقت وذكرته. يا ربي ما نسيت حاجه ان شاء الله، يعني مشترياتي خفيفه نحب فقط نشاركها معكم. فوالا شوفوا هذا السمك، هذا لوكا كيفاش نديرو في هذا يعني في هذه الليله. بون نديرو كامل، نحيوه كامل الزواحف كامل، يعني نحيلو كامل نضيفو نديرو نظفو مليح. شوفوا لهنا نمارينيه، مارينيه لهنا الثوم تقتلو الداخل كامل، وندير التوابل فلفل الاسود مع شويه تاع الكمون ومع الثوم. اذا انا فقط لهنا ولدتكم فقط، ومع حبست لا كاميرا ودرتو كامل، يعني درتو كامل بالتتبيله هايله هايله. شوفوا من داك لون دو ماك داك قليتو، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني بنين بنين هذا الحوت هذا السمك شهيتو في الجنه ان شاء الله. لهنا يعني كاين يوم الجمعه يعني قضيت الخميس لون دو ماك قطعتو كامل بعد ما مارينيتو فدخلتو في الثلاجه، يعني ماريني بيان قليتو قطعتو طرف طرف. كيما نشارك معكم هذا الخبز ان شاء الله. شفتوا هذيك الطاجين اللي شريتها اللي وريت لكم في المره السابقه، يعني سبقتو لهنا يعني جربتها وجات هايله. شوفوا الخبز كيفاش جا، جا مدور، جا هايل هذا الخبز، يعني جربوه. فوالا نتمنى يعني هذا رمضان يلقانا بصحه وهنا ان شاء الله. شكرا للاوفيائي الجدد اللي دخلوا معايا الجدد، شكرا ليمن هنا، تحياتي ليمن من الجزائر من بجاية، استودعكم في رعاية الله وحفظه. الى اللقاء في فيديو اخر او حلوة او تحلية، انتظروني في التحليات في هذا رمضان باذن الله، واطباق ولا طول نار بالعمر ان شاء الله. اذا انقلكم الى اللقاء، سلام. ابوني فقط حلويات واطبق ليمن من فضلكم، البارتاج البارتاج من فضلكم هكذا باش تعم الفائده للجميع، وجيم ولايك. شكرا.